اشتكى مزارعو منطقة الزيتون في محافظة الطفيلة من تسرب مياه الصرف الصحي إلى سيل الطفيلة الذي تستخدم مياهه بشكل رئيسي لري الثروة الزراعية التي تشكل أشجار الزيتون أغلبيتها. وقال المزارعون لمراسل رؤيا في المحافظة إن تلوث المياه يهدد أشجار الزيتون بالجفاف نتيجة اختلاط مياه السيل بمياه الصرف الصحي عقب تلف خطوط المجاري دون أي تدخل من سلطة المياه الموجودة في المحافظة. وأبدى سكان المنطقة استياءهم جراء انتشار مياه الصرف الصحي في المنطقة والتي باتت تشكل مصدرا للروائح الكريهة وانتشار البعوض والذباب والحشرات لقرب محطات النطح من المنطقة. منذ شهر واحد كانوا بداية السنة كانون الثاني من حيث اجتاحت محافظة طفيلة أمطار غزيرة أدت إلى كسر خط الصرف الصحي الذي يأتي من منطقة العيس وأحياء كثيرة في الطفيلة، ومما سبب إلى انفلات كميات كبيرة من المياه العادمة مياه الصرف الصحي ونزولها مع سيل الطفيلة، حيث بعد هذا الكسر هناك ينابيع تغذي جميع الأشجار والبساتين على جانبي سيل الطفيلة والتي هي مصدر لأبناء الطفيلة مئات العائلات في محافظة الطفيلة. وهذا منذ شهر واحد كانون الثاني بداية السنة لم يعني نستطع سقاية وري هذه البساتين، مما أدى يعني الآن إلى جفافها واختفائها ونشافها، حيث أن هذه الأشجار هي تجمل وجه مدينة طفيلة ومصدر رئيسي لمئات العائلات في محافظة طفيلة.